سيد رئيس المجلس الأمة بالنيابة المحترم، سيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المحترم والوفد المرافق لكم، سيد الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلف بإصلاح المستشفيات، سيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان المحترمة، سيد نائب رئيس المجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، زميلاتي زملائي أعضاء المجلس الأمة المؤقر، إطارات المجلس الأمة، ضيوفنا الكرام، أسرة الصحافة والإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أرحب باسم السيد صالح بوجيد رئيس المجلس الأمة بالنيابة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل التضامن الوطني، بوزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وبالوزير المنتدب مكلف بإصلاح المستشفيات السيد إسماعيل مصباح، وبالوفد المرافق لكما في رحاب المجلس الأمة، وكذا بالسيدة بسمة عزور وزيرة العلاقات مع البرلمان. كما أشكركم على تلبيتكم دعوتنا وتشريفكم هيئتنا بحضوركم معنا فعاليات هذه اليوم البرلماني الذي ينعقد بتوجيه من السيد صالح بوجيل رئيس المجلس الأمة بالنيابة، ويندرج في إطار نشاطات اللجان الدائمة للمجلس الأمة، وهو اليوم البرلماني الموسم بعنوان فيروس كورونا المستجدة كوفيد-19 بالجزائر واستراتيجية التلقيح، والذي سيفضل السيد صالح بوجيل رئيس المجلس الأمة بالنيابة بعد والآن أحيل الكلمة إلى السيد البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الكلمة لكم سيد الوزير، تفضل. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، سيد رئيس مجلس الأمة محترم، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، سيد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، سيدات والسادة، شكرا. إذن السيدات والسادة أعضاء اللجنة، سيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، سيدات والسادة زملائي، سيدات والسادة كل حضور أسرة الإعلام الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة على الدعوة الكريمة لعرض خارطة طريق وأهداف الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19. هذا الفيروس الذي تسبب منذ انتشاره بالجزائر في وفاة 2943 رحمهم الله، وإصابة أكثر من 110,000 آخرين. في إطار مساعي الدولة للخروج من الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد منذ قرابة سنة، أي أول شخص مصاب هو أجنبي في 24 فبراير، وأول شخص جزائري هو في 1 مارس السنة الماضية. إذن في إطار الخروج من الأزمة الصحية منذ قرابة سنة جراء انتشار فيروس كورونا وكوفيد-19، تم إعداد مخططاً استراتيجياً للحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للخبراء المختصين في التطعيم،
واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء على مستوى الوطن التي أسسها السيد رئيس الجمهورية في شهر مارس السنة الماضية. فيهدف هذا المخطط إلى اقتناء لقاحات سليمة ذات جودة وفعالة مع ضمان توزيعها توزيعاً عادلاً بالنسبة للفئات المراد تطعيمها. لهذا تم تحديد الأحكام التنظيمية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا أو ضد كوفيد-19، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 2 المؤرخ في 25 يناير 2021 المتضمن تأسيس حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، ويمكن حصر هذه الأحكام في النقاط التالية: أولاً، انطلاق حملة التلقيح ابتداءً من شهر يناير 2021 كما طلبه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20 ديسمبر الماضي. ثانياً، الإشراف على الحملة من طرف لجنة مكلفة بمتابعة كل مراحل التلقيح. كذلك التلقيح سيكون بالطبع مجاني وغير إجباري، وكل الأشخاص ويهتم كل الأشخاص المصابون والأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فأكثر وهم معنيون بالتلقيح، وستعطى الأولية لكل من مستخدمي الصحة العاملين في القطاع العام والخاص، وكذا المستخدمين الذين يمارسون مهاماً استراتيجية لي سيكتور استراتيجيك لي بيرسون كي سون انغاجي دون لي سيكتور استراتيجيك، والأشخاص البالغين من العمر 65 أو أكثر، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. فيتم التلقيح في العيادات المتعددة الخدمات بالقرب من المواطنين وبوحدات التلقيح التابعة لمصالح علم الأوبئة والطب الوقائي سيرفيس ديبيديمولوجي اي دو ميديسين بريفنتيف، ووحدات طب العمل ميديسين دو ترافاي، والعربات المتنقلة بالنسبة لسكان مناطق الظل، وهذا مهم بالنسبة لنا، والمناطق المعزولة، بالإضافة إلى مراكز تلقيح أخرى إذا كان ملتزم عند الحاجة، باستثناء مراكز الحماية أو مراكز حماية الأم والطفل. أما عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه الحملة والتي سيتطرق لها بالتفصيل الدكتور جمال فرار مدير عام للوقاية وترقية الصحة الوزارة، الناطق الرسمي للجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء على مستوى الوطن، فتمثلت فيما يلي: اختيار اللقاحات المناسبة بعد التطلع على نتائج الدراسات العلمية المنجزة على مختلف اللقاحات المنتجة للوقاية من فيروس كوفيد-19، توسيع فرص تموين اللقاح بالدخول في مفاوضات مع عدة شركات أجنبية مصنعة للقاح منذ شهر أوت. ابتدأنا من شهر أوت، نظمنا أمورنا وكنا ننتظر ننطلق في التلقيح في الثلاثي الأول من السنة الحالية. الأمر الذي سمح بالتوقيع على مذكرة تفاهم دي ميموراندوم دونتانت وعقود دي كونترا مع عدة أطراف واقتناء الكميات الأولى من اللقاح، ثم تحديد كمية أو كمية اللقاح المراد اقتناؤها بناء على معدل التغطية المرغوب فيه بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، كما ذلك تحديد أماكن تخزين اللقاح، تحديد مواقع التلقيح، تكوين مستخدمي الصحة عن كيفية استعمال وتخزين اللقاح، كما
إعداد مخططات توزيع اللقاحات لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، كما وضع أرضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية، وهذا لمراقبة الآثار الجانبية للتلقيح. للإشارة، سيتم تطبيق هذا المخطط الوطني على مدار عدة أشهر إلى غاية تحقيق التغطية اللازمة للفئات المستهدفة. بهذه المناسبة أدعو المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التلقيح للقضاء بصفة نهائية على هذا الوباء القاتل والرجوع إلى الحياة الطبيعية التي لطالما انتظرها الجميع. هذا كما أغتنم هذه الفرصة لأدعو الأسرة الإعلامية وجميع الشركاء الاجتماعيين للتعاون معنا من أجل تحسيس أكبر قدر من المواطنين بأهمية التلقيح. فالتعبئة الاجتماعية الفعالة تعد من أهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19. ونحن من جهتنا سنعمل من أجل نشر أكثر قدر من المعلومات عن هذه الحملة لضمان أعلى درجة من التواصل الاجتماعي وكسب ثقة المواطنين. شكراً على كرم الإصغاء، وفقنا الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً معالي الوزير. شكراً لكم سيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة المحترم على هذه الكلمة المهمة. والآن أحيل الكلمة للسيد البروفيسور الآن أحيل الكلمة للسيد الوزير المنتدب المكلف. تفضل. سيد رئيس مجلس الأمة المحترم، سيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سيدتي الوزيرة وعلاقات البرلمان المحترمة، سيدتي سيد النواب، سيدتي سادتي أعضاء اللجنة العلمية، سيدتي سيد الحضور، أسرتي الإعلام، أود في كلمة مؤجزة أن أغتنم هذه الفرصة التي أتيحت لنا من طرف هذا المجلس المؤكر المحترم أن أتكلم عن دور اللجنة العلمية بصفة موجزة. دور اللجنة العلمية بالنسبة لنا هو هام، وبالنسبة لنا هو يعني أول مرة في تاريخ الجزائر رئيس الجمهورية والسلطة السياسية ركزت القرار تاعها على القرار العلمي من طرف اللجنة العلمية، وهذا خلى يعني الخبراء تاع البلاد يعني تكون عندهم فرصة باش يساهموا في هذا القرار. ثانيا، أريد أن أقول عن اللجنة العلمية أن منذ يعني بداية في العمل في 23 مارس لحد الآن صدرت 132 قرار توصيات في كل مجال، في مجال الأول، في مجال الوقاية، في مجال التشخيص المبكر، في مجال التكفل بالمرض، في مجال المنظومة فيما يخص التكفل على كل تراب الوطني فيما يخص التكفل بالأمراض. ثانياً، هذه اللجنة العلمية
ثاني عملت فيما يخص كل ما يخص التتبع اليومي على مستوى كل تراب توني فيما يخص الحالات اللي تصدر هنا وهناك وكيفية يعني التشخيص المبكر والتكفل السريع. هذه اللجنة العلمية عملت ثانية فيما يكون يخص التوصيات فيما يخص اللي تسمى التدابير الاجتماعية، وهذه التدابير الاجتماعية اللي خلات يعني بفضل التوعية تاع كل مواطنين خلات الآن راكم كما تشوفوا أن الجزائر الآن تحصلت على يعني كما تسمى يعني نتائج معتبرة، لكن لازم كما تفضل بها السيد الوزير الصحة وسيد رئيس اللجنة هنا يعني لازم بالنسبة لنا أن نكون يعني في الحذر في الحذر في الحذر. وفيما يخص التلقيح اللي رانا اليوم في نتفضلوا به اليوم، أنا نقول باللي اللجنة العلمية عملت على ثلاث يعني محاور. المحاور الأول هو كيفية اقتناء استراتيجية الوطنية لاقتناء هذا التلقيح، ودكتور راح تفضل به الأستاذ حجوج. ثانيا كان اللجنة العلمية هذه ثاني بادرت في يعني تشخيص ما هما يعني الكريتير كما تسمى تاع اختيار اللقاح السليم والفعال. وثالثا هذه اللجنة العلمية عملت في هذاك في اللي راح تفضل به اليوم سيد فرار فيما يخص يعني ما هي يعني الحملة الوطنية للتلقيح كما تفضلوا بها تعرفوا بها اللي هي أهم وسيلة بالنسبة للوسائل الوقاية اللي رانا نعمل بها. شكرا 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 واستسمحوا لي بهذا، لكن ربما ارتكبت في غلطة في كلامي. شكرا لكم. شكرا معالي الوزير.